لكن قبل أن نواصل سنذهب إلى مدينة مراكش. معنا من هناك الزميل نوفل العاملة موفد قناة ميدي أن تي في، يبدو أنه وصل للتو إلى المدينة الحمراء. مساء الخير نوفل. مساء النور عبد الله، لم أصل للتو بل وصلنا منذ ساعات لمدينة مراكش، ولكن كان هناك عطب تقني في عربة النقل المباشر، ولكن باحترافية الزملاء عادل بشقانة، عبد الصمد منتصر، محمد بقالي، إبراهيم العاقل تمكنوا بإذن الله من إصلاح العطب، وها نحن معكم على الهواء مباشرة. وفي الخلفية جماهير سان لورينزو تكتب على لافتة بأنهم أبطال مونديال الأندية ومنون النفس أكيد بذلك. نوفل، إذا قبل أن نبدأ معك الأسئلة، صف لنا الأجواء في المدينة الحمراء على بعد ربما ساعات من المباراة الدورة نصف النهائي بين ريال مدريد وكروس أزول المكسيكي. أكذب عليك عبد الله إذا نقول لك بالفعل عاينت أجواء مونديال الأندية، لأنه وصلنا صراحة في غضون الساعة 7 مساء، تجهيزات من أجل الصعود على الهواء مباشرة، فلم نشاهد حتى في الطرقات والشوارع يعني قلة من الجماهير، ولكن شاهدنا صحيح الجماهير المغربية بكثافة. أما بالنسبة للجماهير ربما الإسبانية الخاصة بريال مدريد أو حتى جماهير الأرجنتينية، قلة قليلة من شاهدناها في شوارع وأزقة مدينة مراكش الحمراء، ولكن الجماهير المغربية من مدن مختلفة حضرت اليوم للمبيت في مدينة مراكش لمتابعة مباراة الدور نصف النهائي يوم غد بين كروز أزول المكسيكي ونادي ريال مدريد الإسباني النادي الملكي، الذي وصل أيضا في غضون الساعة ربما 7:30 مساء اليوم إلى مدينة مراكش، يقيم أيضا في أحد الفنادق الفاخرة بعد أن أجرى حصة تدريبية هناك في ملعب الفتح، حصة تدريبية وقف من خلالها أنشيلوتي على استعداد عناصره الكافي للمباراة، طبعا بعد أن عقد ندوة صحفية رفقة المدافع بيبي وتحدث فيها بإصرار على أنه مصر على تحقيق لقب البطولة، وأن بمباراة الغد لن تكون مباراة سهلة لأن أبطال قارات العالم هم من يخوضون مونديال الأندية، وأكيد كنت أستمع إليكم عبر الهاتف تحدثتم كثيرا عن ذلك، ولكن الميزة الوحيدة التي كانت ربما في تدريب النادي الملكي هي سماح السلطات الأمنية لعدد من الفتيان من الشباب بحضور، طبعا هم بالمئات، بحضور تدريب النادي الملكي ومتابعة كريستيانو رونالدو والرفاق عن قرب وفي بادرة حسنة، ولم يكن ذلك طبعا بمبادرة منهم، ولكن ذلك كان بمبادرة من ريال مدريد، من عناصر ريال مدريد الذين طلبوا من المسؤولين من اللجنة المنظمة أن يحضر الجمهور المغربي لمتابعة تدريبهم، لا بل أكثر من ذلك، تفاعلوا مع هؤلاء الأطفال وكانت صورة جميلة جدا، وربما جيل الغد من المغاربة استمتع بحضور الحصة التدريبية الخاصة بالنادي الملكي، وقد يكون النموذج الذي ربما يحتذى في المستقبل لمن يداعب ويمارس كرة القدم من هؤلاء الفتيان. عبد الله، نعم نوفل، سنعود لك يعني يوم غد. نوفل شكرا جزيلا لك وإلى اللقاء.